السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة سومازان تي في. اليوم او لوصفة اليوم غتكون عبارة عن بيتزا طعمها كيجي لذيذ وكتجي هشيشة. زدت لها بعض الاضافات اللي غتكتشفوهم في الفيديو، وايضا عملت واحد صلصة بيضاء كتجي لذيذة بمذاق الجبن، تقدري تستعملها كبديل للجبن الاحمر. تخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. وبالنسبة للمكونات، عندنا 300 غرام من الدقيق الأبيض، 150 غرام من الدقيق الصلب أو فينو، شوية الزعتر، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز. وهنا ضفت جوش كيسان من اللبن. هنا الكاميرا ما صورتش، ما انتبهتش بلي الكاميرا ما كانتش خدامة فاش كنت كنصور وكنوريكم المكونات. هنا كنوريكم بلي ضفت المكونات اللي ذكرت. وبالنسبه للبن، ضفت فقط جوج كيسان ديال العنبه من اللبن. هذا المكون اللي كيساعد في اختمار العجين وكيخلي البيتزا تجي هشيشه، زياده على ان الطعم كيجي رائع جدا، كيجي لذيذ. ودابا غنزيد الملح على حسب الذوق ديالكم، وغنجمع العجين بالمدافي. غير جمعوها مزيان، ما تحتاج انكم تبقاو تدلكوا فيها. وفي الاخير كنزيد واحد 3 المعالق من زيت الزيتون، وكنحاول انني ندخله في العجين. ومن بعد كندهن العجين بشويه ديال الزيت ونغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها حتى تخمر. وبالنسبه لصوص طوماط او لصلصه الطماطم، كنحضر على هذه الطريقه. كنضيف شويه ديال الزيت ومطيشه اللي طحنت او الطماطم مطحونه، كنضيف شويه ديال الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاحمر، وايضا الفلفل الاسود. وكنضيف واحد شويه ديال الزعتر، اللي ما كيعجبوش يكثر من الزعتر ما يكثرش. ومن بعد كنزيد جوج معالق كبار من الطماطم المركزه. صافي، هذه هي الصلصه المعتمده عندي وكتجي لذيذه بزاف. نخليها تطيب وتنشف شويه من الماء عاد نستعملها. وفي مقلاة درت شويه ديال الزيت وقطعت الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر للدوائر، وغنسوطيهم شويه في الزيت مع الملح باش يذبلوا شويه. صافي، غنخليهم يتشحروا حتى يذبلوا عاد نطفي عليهم. وهنا من بعد ما حيت الفلفلة، غنضيف صدر الدجاج في نفس المقلاة وغنخليه شوية يتشحر مع الزيت بطبيعة الحال، ونزيد له شوية ديال الملح. صافي، ونحرك مزيان ونخليه حتى يتشحر. غنزيد له واحد المعلقة او لا راس معلقة عفوا ديال الفلفل الاسود او الابزار، واحد الضريه صغير ديال الثومه، ما تكتروش من الثومه، غير شويه باش يجي المذاق ديالها ما بينش بزاف، وشويه ديال الزعتر.
وبالنسبة للصلصة اللي سبق ذكرت لكم واللي ممكن تستعملوها كبديل للجبن الأحمر إلى ما كانش متوفر عندكم، غنحتاج فيها 2 كيسان من الحليب، شوية الزعتر. أنا كيعجبني مذاق الزعتر في البيتزا، وإلا ما بغيتوش المذاق ديالو يكون باين بزاف ما تكتروش منه. غنضيف الجبن المثلث أو أي جبن متوفر عندكم. ضفت 5 قطع من الجبن المثلث وغنطحن كل شيء في الميكسور. في كسرولة ضفت 2 معالق من الزبدة، غنخليها حتى تذوب. من بعد غنزيد عليها 2 معالق من الدقيق الأبيض ونحمر شوية داك الدقيق مع الزبدة. من بعد نزيد عليه داك الخليط اللي طحنت اللي ضفت فيه الحليب والفرماج، نضيفه بالتدريج وانا كنحرك في نفس الوقت باش ما يتكتلش ليا الخليط، ونبقى مستمرة على نفس الكيفية حتى يعقد. وفي الاخير غنزيد شويه ديال الملح والفلفل الاسود او الابزار ونطفي عليه. ودابا العجين من بعد ما اختمر كيف كتشوفوا معايا، غنشكلو اولا غنقسمو الكويرات بالحجم اللي بغيتو على حسب حجم البيتزا اللي كتفضلوا. انا غندير حجم متوسط وانتم كيبقى لكم الاختيار. ودابا غندوز باش نمونطيو البيتزا اولا نعمروا البيتزا. كيف كتشوفوا وجد داكشي اللي غنحتاج، الدجاج والفلفله والزيتون الخضر مقطع للدوائر، حتى الزيتون الاسود مقطع اللي غسلته باش ما تبقاش فيه ديك الملوحيه بزاف، ودرت شويه سقطر. دابا غنسرح البيتزا بالمدلك او بايديكم، كنرش دقيق فينو اولا دقيق الصلب عوض الدقيق الابيض، غنسرحها بهذه الطريقه ونوضعها في صينيه الفرن اولا شيلاطه. هاد البيتزا كتجي لذيذه بزاف، ما كرهتكمش انكم تجربوها لانه فعلا كتستحق التجربه. فاللي جربتها تخلي لي في التعليقات كيف جاتها. ومن بعد ما سرحتها درت صلصه الطماطم وغنبدا دابا نعمر فيها بداكشي اللي وجدت. وانتم بطبيعه الحال تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا تستعملوها في البيتزا ديالكم. وفي الاخير غنزيد الصلصه البيضاء، غنحاول انني نوزعها على البيتزا كامله، صراحه كتجي لذيذه مع هاد البيتزا. وغنزيد حتى الفرماج احمر غير شويه، ما غنكثرش بزاف، اللي ما عندوش فرماج الاحمر يقدر يستغنى عليه. صافي، من بعد ما ساليت غندخلها الفرن حتى تطيب على درجه حراره متوسطه.
وهالبيتزا ديالنا وجدهات كتجي خطيره في المذاق، ضروري تجربوها وقولوا لي كيف جاتكم في التعليقات. بطبيعه الحال مرحبا بتعليقاتكم وبارائكم واقتراحاتكم، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا ذاك الجرس باش يوصلكم الاشعارات ديال القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.